استؤنف والحياه مشيت بشكل كويس. المهم الفتره الجايه ان شاء الله النادي الاهلي يبدا ان هو يواصل سلسله الانتصارات في الدوري العام. مهم جدا وانت بتلعب الدوري في التوقيت الحالي تلعب على جزئيتين، انك تعمل انتصارات متتاليه عشان تنهي الدوري مبكرا. لان انا بقول لكم ان شاء الله مباراه الزمالك 22/8 ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي نص سبتمبر، تتكلم 15 سبتمبر على اقصى تقدير، احسبوها كده بالظبط بالورقه والقلم، هتلاقي الدوري ان شاء الله انتهى. تبدا بقى ساعتها تركز في المشوار الافريقي. دي نقطه كانت مهمه جدا لازم تتكلم عليها بالنسبه للمرحله الجايه في النادي الاهلي. بتلعب على جزئيتين، انك تتصدر الدوري وتحافظ على الصداره لغايه نص سبتمبر، تكسب مباراه الزمالك، تقدر تفكر بعد كده بقى في المباراه الافريقيه وازاي تجهز نفسك لمباراه الوداد. ان شاء الله الامور تسير كما ينبغي وكما يريد الجهاز الفني بقياده السويسري ريني فايلر. اكتفي بهذا القدر وبعد